ماما الحاج مش عايز يتعامل معانا على ان احنا اولاده. ايوه ماما، بابا مقرب رجالته اللي في المجموعه منه اكتر مننا، واحنا بيبعدنا. انا مش عارف هو بيعمل معانا كل ده ليه، ده احنا حتى اولاده اللي بنحبه وبنخاف عليه هما كمان بيحبوه وبيخافوا عليه اكتر منكم، بس انتوا بقى مش فاضيين له، عايزين تورثوه بالحياه. يا ماما يا حبيبتي، بابا في الظروف دي كان المفروض يدينا كل اسراره عشان لو حصل له حاجه نعرف نتصرف. انت بتفول على ابوك يا واد، انت مستني موته؟ اما انت وجحت بصحيح يا ماما، ما تاخديش كلامي بمعنى ده. امال معنى كلامك ده ايه؟ والله عندك حق يا حاج، حتى وانت مش قادر تتحرك كنت فاهم ولادك اكتر مني للاسف. يا ماما لازم تفهم ان احنا كمان نفسنا بابا يقوم ويقف على رجليه، وكمان احنا مهتمين بمصلحتك انت ومديحه. مالكش دعوه بمصلحتي، وبعدين انا متضايقه من طريقتك مع بابا. يا مديحه انا زعلت من بابا لان سمعت ان كان عنده واحد من الشهر العقاري، يعني ممكن يكون اتصرف في حاجه من املاكه من غير ما يكون حد فينا عنده خبر. انا مش فاهمه انت بتفكر كده ازاي، وبعدين دي املاكه وهو حر فيها. طبعا ما انت لازم تدافع عنه، ما انت الدلوعه بتاعته، والله اعلم هو كاتب لك قد ايه. اما انك واد واطي بصحيح، قوم يا واد، قوم من قدامي. غرفه داهيه جاتكم القرف، مش عايزه اشوف خلاقكم، جاتها 60 ميله اللي عايزه خلف. قوم يا واد انت كمان، يلا غور من قدامي. دول ولاد دول؟ اعوذ بالله. اسمعي يا بسمه، انت حبيبتي اكتر واحده قريبه من علياء، وفي نفس الوقت انا كمان بثق فيكي قوي. والله يا طنط عليا زي اختي، احنا طبعا بنختلف كتير مع بعض، بس هي قمه في الادب والاخلاق. هي بس مشكلتها الوحيده انها مندفعه شويه، ده حتى مامي ما بترضاش تدخل عندي حد غيرها. ربنا يحميك يا بنتي، انا عايزاكي تقفي جنب علياء. علياء حالتها وحشه قوي، وبعدين يا حبيبتي لو وقفتي جنبها هينو بكسبب كبير قوي عند ربنا. والله من غير سبب يا طنط، انا مع حضرتك في اي حاجه تساعد علياء. انا عارفه يا حبيبتي، عشان كده طلبت انك تقفي جنبها، ما انا مش هقدر لوحدي. وبعدين يعني انتوا بنات زي بعض يا حبيبتي، ممكن هي تقدر تقول لك كلام عمرها ما هتقوله لي. والله حذرتها كتير من ثابت، قلت لها انه اكبر منك وانه لعبي، بس هي بطبيعتها مندفعه ورومانسيه قوي. هو ثابت يعني كان عمل لنا ايه؟ اللي حصل لنا ده حصل لنا من الشارع، كلاب السكك هم اللي قطعوا في لحمنا. عشان كده يا حبيبتي انا قلبي على طول مقبوض وخايف عليها، انا مش عايزاها تخرج برا البيت ابدا. ما هي كده كده هتخرج يا طنط، ما كانتش النهارده هيبقى بكره. ماما انا عايزه اخرج. ياهو شفتي بقى انها عايزه تخرج. تخرج تروح فين؟ هو يا بنتي مش كفايه اللي جرالنا من الخروج ده؟ عشان خاطر يا طنط والنبي خليها بس تخرج معايا النهارده، اوعدك انها تبقى كويسه، مش كده يا علي؟ كفايه بقى يا ماما، عايزه اخرج. رأفت. نعم يا حاج. المستوصف ده بتاع الغلابة رأفت، اوعى بعد ما موت تهمله. هذا الشر عليك يا حاج، ان شاء الله انت اللي هتكمل اللي بدأته. كنت عاوز اقول لك كمان، كان نفسي اطمن على مديحة معاك قبل ما موت، مفيش نصيب، قدر الله وما شاء فعل. وانت يا رحمة. نعم يا حاج. مديحة اختك الصغيرة تخلي بالك منها. طبعا يا حاج، مديحة في عينيا ما تقلقش، وانت ان شاء الله هتقوم وهتبقى زي الفل وهتشوف ولادها. حاج ابراهيم. الحق ابراهيم يا حاج، الحقنا يا رأفت. بصي بقى يا حبيبتي، انا عايزك تحكي لنا اللي حصل معاكي بالظبط، بس واحده واحده. شوفي بقى يا ستي، انت وهي علياء الحمد لله بقت كويسه قوي، واول ما قررت انها تخرج قالت لي انها عايزه تشوفها. واحنا كمان والله. طب يا ترى بقى هتلحقي تدخلي الامتحانات؟ مش عارفه، اصلا لسه ما ذاكرتش. طب شوفي يا ستي، لو احتجت اي حاجه قولي لي وانا تحت امرك. وانا كمان ممكن اساعدك في كل المحاضرات اللي فاتتك. شكرا. احنا هنفضل قاعدين كده ولا ايه؟ ما تيجوا نقوم نعمل اي حاجه. لا معلش، اتفضلوا انتوا، انا هفضل قاعده هنا.
ما تقومي اتحركي كده يا علياء، مالك بقيتي عامله زي ربات البيوت؟ بصي بقى يا ست انت وهي، اتفضلوا انتوا روحوا زي ما انتوا عايزين، انا شخصيا هقعد مع علي. بسمع يلا نمشي. راح فين؟ يلا بقى يلا قومي. لسه قعدنا؟ يلا كفايه. هتوحشنا. بابا عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا حبيبتي، ربنا سترها المره دي. لولا الدكتور رأفت ربنا يكرمه كان زمانه راح مننا. تقوليش كده يا حاج، الحمد لله ان ربنا ستر. احمدوا ربنا بقى واشكروا فضله، واشكروا الدكتور رأفت على اللي عمله مع ابوكم. شكرا رأفت. يا جماعه ما ينفعش كده، كل مره هنقول ربنا ستر، افرض رأفت ما كانش موجود المره الجايه. انتوا لازم تتصرفوا. طب انت عايزاها نعمل ايه يا مديحة حبيبتي؟ ليه ما نخليهوش يسافر؟ للأسف يا مدام مديحة، السفر دلوقتي فيه خطورة كبيرة جدا على حياته. يعني احنا قعدنا نأجل في السفر لحد ما حالته تستقر، ودلوقتي مش هنعرف نسفره خالص؟ طب انا مضطر استأذن. لو سمحت يا دكتور، عايز اتكلم معاك شوية، ممكن؟ اتفضل يا حاج. شكرا. أنا عارفة لو في إيدك أي حاجة تعملها هتعملها. الحاج في ظروف صعبة قوي، ويظهر يعني يظهر كده مفيش فايدة. الطب برا وصل اللي إحنا معرفناش نوصله، عشان نوصله محتاج فلوس كتير ومجهود كبير. عشان كده يا رأفت يا ابني أنا بقول لو في إيدك أي حاجة تعملها اعملها، ان شاء الله حتى نروح اخر الدنيا. بصراحه يا حاجه انا بفكر بطريقه مختلفه شويه. بتفكر في ايه؟ قولي. في جراح شاطر قوي انا اعرفه، عمل عمليات كتير لحالات زي حاله الحاج، وكلها عمليات ناجحه. انا بفكر نجيبه هنا مصر، وبدل ما يعمل عمليه للحاج بس، يعمل 5-6 عمليات جنبهم لحالات من المرضى اللي عندنا في المستشفى الخيري. وماله؟ ايه اللي يمنع؟ ما تجيبه، ومستعدة تفعله كل اللي هو عاوزه. لا يا حاجة، الموضوع مش موضوع فلوس، الراجل ده محترم قوي، وأهم حاجة عنده إنقاذ المريض، بغض النظر بقى دفع ولا لأ. يعني هتجيبه يا رأفت؟ طمني يا حاجة، إن شاء الله هجيبه. ربنا يخليك يا ابني ويقدرك على فعل الخير. ربنا يعلم غلاوتك عندي قد إيه. ربنا يخليك لي يا حاجة. ايه الاخبار يا حبيبتي؟ الحمد لله. مالك شكلك متضايق؟ مفيش، بابا تعب النهارده شويه، بس رأفت كان موجود الحمد لله. وماجد وثابت فين؟ انا متضايقه قوي من ماجد وثابت، خلاص ما بقوش يفكروا غير ازاي نحافظ على الفلوس وازاي نحافظ على المجموعه. مديحه حبيبتي، اخواتك عارفين مصلحتك ومصلحه المجموعه ومصلحه والدتك فين، وبجد بيعملوا كل حاجه في صالحكم. بس انا شايفه ان بابا لازم يتعالج بره. طيب يا ماما، هما مش مقصرين، بس الدكاتره برضو مش متحمسين لسفره، خايفين عليه. وهم هيفضلوا كده مش عارفين يتصرفوا ازاي؟ انا مش شايفهم بيعملوا كده، انا بس شايفهم عمليين مش اكتر. انا كل اللي مضايقني ان هما بيفكروا في الفلوس وخلاص. مديحه، ده احساس جواكي بس، بيتهيألك والله. ومع ذلك مش الفلوس دي اللي الحاج ابراهيم تعب طول عمره لحد ما عملها مش لازم نحافظ عليها؟ مش الفلوس دي اللي انتوا هترتبوا بيها حياتكم وهتعيشوا بيها؟ مش الناس العقل بتفكر كده ولا ايه؟ أنا حبيبتي مش شايف إن أي غلط من ناحية إخواتك. تحب أحضر معاك الاجتماع ده؟ لا أنت تقدر تمشي، يعني الاجتماع هيطول، وبعدين الناس دي بقى بيني وبينهم أسرار. أسرار إيه بقى إن شاء الله؟ لا ما هو مش كل الأسرار اللي ممكن تتحكي. والله براحتك. ما تزعليش، مسيرك هتعرفي. انا مش فارق معايا حاجه. ايه اخبار ثابت معاك؟ عادي. لا اللي بيحصل اليومين دول مش عادي، ولازم تقولي لي انت ناوي على ايه. ما تقلقش، يعني هتفهميني بعد كده انت ناوي على ايه. الله،
مش انت قلت مش كل حاجه بتتحكي بالسرعه دي يا نهى؟ بتردها لي واحده بواحده يا رفعت بيه. ده انت قلبك اسود قوي. واحمر وابيض واي لون تاني انت عايزه. اهلا رفعت بيه. اهلا بيك يا عبد الحميد. البهوجو وصلوا بس اجلوا الاجتماع نص ساعه. ليه؟ والله مش عارف، ثابت هيفرقع ومش طايق كلمه من حد، وماجد برضه متضايق بس يعني ماسك نفسه شويه عن ثابت. انت سامع حاجه مهمه النهارده ولا حاجه؟ والله الكلام كله النهارده مش مفهوم، شكلهم متخانقين مع الحاج. ومديحه اتصلت بيهم واتخانقت معاهم في التليفون وقالت لهم جابت سيره صبري وسليم والاستاذ عطا المحامي. لا خلاص اللعب انتهى، بعد كده مفيش مسايسه ولا مهوده، دول عاملين زي التعبين واقفين في كل حته وطالعين لنا من كل شق. في دي عندك حق يا ماجد. انت مش ملاحظ ان بابا في الفتره الاخيره كان كويس جدا معانا؟ يبقى ايه رايك بقى ان هم سبب المشاكل دي؟ احنا مش قلنا نهدى واحده واحده لحد ما نتمكن من مجموعه وبعد كده نبقى نشوف لهم صرفه؟ انا مش قادر استنى عليهم يوم كمان، خلاص اتخنقت منهم مش قادر استحمل. مش كده يا عم سابر، حصلش حاجه لكل ده، اهدى شويه، الناس ما عملوش حاجه لغايه دلوقتي، هنقول لهم ايه؟ هو ايه اللي مش كده يا ماجد؟ الناس دي في بينها وبين بابا اسرار ومش عايزين يقولوها، يعني لو بابا جراله حاجه هيتحكموا فينا. تصدق عندك حق. ايه يا حبيبتي رجعتي بدري ليه؟ ما لقيتيش صحابك؟ لقيتهم. عن اذنك بقى عايزه ادخل اوضتي. مالك يا حبيبتي زعلانه ليه؟ حد من صحابك خانقك ولا حاجه؟ هيتخانقوا معايا ليه بس يا ماما؟ انا اللي تعبانه شويه عايزه استريح. يا بنتي احكي لي بالتفصيل ايه اللي حصل. هو في ايه يا ماما؟ اسمعي يا علياء، اوعي تفتكري اني هرجع زي زمان واحط ايدي على خدي لغايه ما حضرتك تحني عليا وتحكي لي. لا تبقي غلطانه. طب ممكن بقى ادخل اوضتي استريح وبعدين هبقى اطلع احكي لك على كل حاجه؟ اتفضلي. عن اذنك. شوف يا رفعت باشا، الناس دي كل يوم ينطوا عند بابا في المستشفى، والله اعلم ايه اللي بيدبروه. دول عاملين زي الحرس القديم، ما وراهمش غير العطله. طيب نحب نعمل ايه يا سابت؟ الناس دي لازم تسيب المجموعه، دي ناس افكارها قديمه وما وراهاش غير العطله. ها ايه رايك يا ماجد انت وسمير؟ انتوا معايا مش كده ولا ايه؟ انا عايزك تهدى شويه تفكر معانا هنعمل ايه. دول مش اي اتنين موظفين عاديين. وحتى لو افترضنا ان هو موظف عادي، طب الموظف العادي ده احنا بنرفضه ليه؟ مش لازم يبقى فيه سبب؟ ومش اي سبب، ده لازم يكون سبب وجيه. وهي ايه حكايه وجيه دي؟ وانت مش عارف الحاج ولا ثابت؟ وهو فين الحاج يا سمير؟ الحاج لو في نفس الموقف اللي احنا فيه ده واكبر موظف في المجموعه عمل كده كان رفضه فورا. خلاص انا هصدر قرار برفضهم بصفتي رئيس مجلس الاداره. قصدك القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة؟ بس دي هتبقى مفاجأة كبيرة أوي. زي ما تكون، المهم الناس دي تسيب المجموعة. ها إيه رأيكم؟ أنا عن نفسي أنا أفضل نعمل إجراءات قانونية. طب إيه رأيكم بقى اللي يقدر يخليهم ما يعتبوش باب المجموعة هنا وبالقانون؟ طب ما أنا من حق أرفضهم، ده قانون؟ أنت من حقك النهاردة تحيلهم للتحقيق بتهم التبديد أصول ورقية خاصة بالشركة. ممكن تفهمني يا رفعت بيه إيه حكاية الأصول دي؟ صبري مضى على استلام ملفات في عهدته وضاعت منه. برافو رفعت بيه، اهو كده بقى في سبب. خلاص اعمل لي مذكره بالمعنى ده وانا هصدر قرار بوقفهم عن العمل وتحويلهم للتحقيق، وهستند اللي كتبته لي في المذكره. هو رغم اني ما كنتش موافق من الاول ان احنا ناخد منهم موقف بالشكل ده، ان الكلام اللي قاله رفعت بيه والمخالفات اللي اتكلم عليها تستاهل الصراحه، بس خلي بالكم قرار الوقف ده يبقى لحين التحقيق. ايه بقى؟ انت هتفضلي كده من غير جواز؟ من غير لف ودوران هاتي اللي عندك. انت من الصبح عماله بتتكلمي في الموضوع ده. ايه؟ شايفاه لي عريس؟ اه شايفاه لك عريس. على بلاطه كده انا عايزه اخطبك لاخويا. انت مجنونه. انت بتتكلمي بجد ولا بتهزري؟ لا بتكلم بجد. هو جه المستشفى قبل كده مره وانت شفتيه، ومن ساعه ما شافك بقى وهو واجع دماغي واقع على جدور رقبته. ها؟ قلتي ايه؟ هلا انا مش بفكر في الجواز ده خالص. بعد جمال لا يمكن ارتبط بحد. يا رحمه انت لسه صغيره ولازم تتجوزي، وجمال خلاص الله يرحمه والحي يبقى من الميت.
انا مش هضغط عليكي، فكري كده براحتك وبهدوء وردي عليا. بدل ما تخطبي لي اخطبي لنفسك الاول. انت الاول وبعدين انا. خلاص نتجوز احنا الاثنين في يوم واحد ونعمل الزفه في المستشفى. قلتي ايه؟ انت هنا بقالي ساعه، اخبارك ايه؟ تمام. اتاخرت ليه؟ ولا حاجه يا سيدي، كان عندي ميعاد مع الخطبه. الخطبه؟ هلا يا سيدي، عايزه تجوزني لاخوها. طب وايه المانع؟ ايه المانع ازاي؟ هجوز واحد ما اعرفوش ولا عمري شفته. طب ما تروحي تشوفيه يا رحمه. انت بتهزر صح؟ لا بتكلم بجد طبعا. انت مش هتفضلي كده مقضيه حياتك شغل وخلاص ومسيرك في الاخر هتتجوزي؟ ايوه يا رأفت، بس مش بالطريقه دي. انا وجمال الله يرحمه اتجوزنا بعض عن حب، فما ينفعش اي حد يجي مكانه. يا رحمه مش هينفع الحصار اللي انت فرضاه على نفسك ده. روحي قابليه وشوفيه واتكلمي معاه، يمكن ترتاحي له ويطلع بني ادم كويس. حضرتك توفر لي كل الاحتياجات، وانا ساعتها هعمل معاك الاتفاق لوحدك وهنمضي مع بعض العقد، بحيث اكون انا بالمعرض وحضرتك بالتوكيل والتشغيل. والله يا سيدي ممكن تاخد اسبوعين كمان وفكر براحتك، لكن انا مش هقبل اقل من كده. اوكي، باي باي. هاي يا ماجد بيه، ايه الاخبار؟ اسمع، اخر مهلة بيني وبين الراجل ده هتكون نهاية الاسبوع الجاي، يعني لازم تشوف لي الفلوس، يا هيبقى خلاص الشركة هتكون امر واقع. فكر ورد عليا، لان انا لو التزمت بكلمة مش هرجع فيها. مع السلامة. اتفضل يا حبيبي. قولي ايه اخبار الشغل في المجموعه؟ تمام يا حبيبتي. في حاجه معينه انت عاوزه تعرفيها؟ انا بس عايزه اعرف ماجد وثابت عاملين ايه هناك، خايفه قوي اي مشكله تحصل وبابا يعرف. كفايه اللي حصل له النهارده. لا مفيش مشاكل ولا حاجه، بس هم عليهم طريقتهم الخاصة في الشغل. شكلك كده مش مبسوط من الشغل هناك. لا خالص، انا في الاول وفي الاخر جوز اختهم، ما اقدرش افرض عليهم اسلوب شغل معين. اه ممكن تكون خبرتي في الادارة اعلى من خبرتهم بكتير، بس عارفة شوية دي مشكلة. امال ايه؟ مشكلة ان هم بيدخلوا مشاكلهم الشخصية في الشغل، وده ما ينفعش. ازاي يعني؟ ده كده بتقلقني اكتر. يا حبيبتي انا مش عايزة تقلقي، ما انا قلتلك المجموعة ماشية كويس، وبعدين انا موجود. هو ده اللي مطمني حبيبي. انا عايزك تطمني وتتاكدي من حاجه واحده بس، انا مش موجود في الشركه والمجموعه عشانك بس، لا انا بحاول افهم كل حاجه في المجموعه عشان مصلحه الكل تهمني. ربنا يخليك لي. هلو دكتور جون، when will you come to Egypt for the operation? Can you just tell me the exact time to take you from the airport? Thank you, Dr. John. Thank you very much. يا باشمهندس، يا باشمهندس، من ساعة ما الحاج رقد والمصايب نازلة على المصنع حتة حتة، تحس إن كل اللي حواليه بيكرهوه. يا ابني إزاي يا ابني؟ ولاده موجودين وهما اللي بيديروا المجموعة. يا باشمهندس أنا مش قديم قوي هنا، بس اسمع اللي بقول لك عليه، وبعدين عيالي هتدير المجموعة إزاي؟ بالكهرباء ولا بالريموت؟ طب والأستاذ صبري والأستاذ سليم؟ الأستاذ صبري بقى حضرتك تسأله بنفسك. وبعدين اللي بيديروا المجموعة بيكرهوهم أكتر من الأول، وبكرة طول محمود قال. وبعدين أصلا محمود ولا قبليه، المجموعة بتروح يا باشمهندس وملهاش حل غير إن الحاج يرجع تاني، ولو مرجعش يبقى من الآخر يعني كده باشمهندس الواحد يروح يشوف لي شغلانة تانية أو يدور على وظيفة.